اليوم حنقدموا الحوت تاعنا على ثلاث طرق. عندنا لهنا سلطه اللي حنديروا مقبله، واليوم نديروا سلطه سيزر حنديروها بالطوم، واليوم نديروها بالفولي. اوكي حنديروا لهنا دي كروكات دو فولي ولا معقوده تاع تاع الطوم تاع الطوم. هنا هنا الطوم تاعنا الطوم فري اللي راهو يتباع دوكا في الاسواق. نسحقوهم بزوج؟ لا، هذه طريقه، هذه وصفه الاولى، هذه وصفه هنا سي دي كروكات ولا اوكي المعقوده تاع الطوم، لانه هنا راهم ديفيرون. نعم، هنا راني نفورو ديجا. داكور. نعم، هذاك راهو فري مازال ماهوش مفور. طريبيان. حنديرو لهنا الشطحه تاع الطون اللي الحنه لهنا الطون تاعنا حنقري وما نديروش ديراك داخل لاصوص. ولازم كي يكون الحوت لازم ان غاطو سيترون ولا موز دو سيترون ولا حاده تاع القارص اللي يكون. صح هذا صح صح عندك الحق. نهضرو بك على الطون هذا باش نشوفوا، باش الناس كيما نقول لك ما يتجاهلوش بزاف. باش عندنا كيما نقول لك نظره على الحوت تاعنا. الفائده ديالو ثانيه. نعم، فيه فوائد كثيره، هو غني بالفيتامينات، غني بالمعادن. هنا غني بالبوتاسيوم، حمض الفوليك، اوميغا 3 لازم مليحه سيرتو الاطفال الصغار لازم نعطوا لهم الحوت. طبعا فيتامين بي 1 بي 2 بي 3 بي 6 بي 12 فيتامين ا. نعم، فوسفور، فيتامين دي، اليود، فيتامين ا. صافي علاش قلت لك ما نتجاهلوش كاع بزاف، لازم ناكلوه، لازم بروفيتو به هاد لا بيريود اللي رانا فيها، لازم يكون حاضر وما خطرة في السمانه لازم ناكلوا الحوت هذا. وراه متوفر رغم انه السعر تاعو راه شويه غالي، ولكن نعم متوفر سي لا بيريود. نعم، نروحوا نشرو الجاد، نشرو اللحم، نزيدو نشرو الحوت هذا. نعم، هنايا راهو كيما حنا نقول كميه قليله نقدروا نحضروا بها اطباق مختلفه. يلا نبداو بالبركاتله. حنا واش عندنا لهنايا؟ حنا السلطه تاعنا، انا الطون تاعنا اللي هنا كتفورتو، درت له شويه سنه تاع الثوم، شويه تاع الزعتره، شويه تاع الملح، وفورتو باش نقدروا نقدموه كسلطه، باش يكون هذا الطبق تاعنا يكون هيلثي 100%. نعرفوا الطون هذا اللي فيه لو غرام، فيه ليدام كيما نقولوا حنايا، كي نفوروه نتخلصوا من هذاك لو غرام اللي يكون فيه. ولازم على حنايا كيما نقولوا باش كان نطيبوه بزاف نشويوه ولا يتحرقنا شويه صافي ولينا ما وليناش مفيد للصحه تاعنا. هي ماكسيموم هكذا لازم يولي. نعم، هنا راه مفور، كي تكون حاجه مفوره ما تخافهاش، حاجه مفوره دائما تكون هيلثي وتكون صحيه 100%. ممتاز. عندنا كميه تاع الطونه، عندنا كميه هنا تاع الجزر تكون مسكرفجه خضراء، حبه تاع الخيار تكون كذلك مقطع مكعبات، سلطه الخضراء، عندنا حبه تاع الطماطم، هنا البيض والزيتون لتزيين، وعندنا الخبز لهنايا مقطع مكعبات اللي كنا حمصنا. هذه هي صوص فينيغرات، هنا واش درنا دائما نقولوا واش درنا فيها. درنا فيها لهنايا كميه تاع الزيت، زيت الزيتون هي من الاحسن، هنا القارص، وعندنا كذلك لهنايا ملح، فلفل كحل، وكميه تاع الماء باش نحصلوا على هذا الخليط باش يكون متجانس، ما يفصلناش الزيت على ولا الخل على اوكي الماء. هذه استيس، هذه استيس دائما نقولها ونعاودها، هذه باش لا فينيغرات تاعهم تجي مليحه. ومن بعد ناخذوا ان بلا اللي نديكورو فيه السلطه تاعنا، نفرشوا السلطه تاعنا الاولى كيما حنديروا سلطه سيزر عاديه. عندنا السلطه تاعنا نفرشوها من تحت، نزيدوا عليها الخيار لهنا، الجزر كان نزيدوا نحطوه من الفوق، نزيدوا الطون، طماطم لهنايا مع الاخر كامل، نضيفوا صوص فينيغرات، شويه كميه تاع زيت الزيتون، نحب الطون هذا يحب زيت الزيتون، خاطر شويه يجيناش شويه كي ديروا شويه تاع الزيت يجي لداخل يجي طري ويجي مشمى. وبيان سور الطون هذا يحب القارص، ماشي الخل بزاف، يحب القارص اكثر. كي نكملوا كميه تاع المعدنوس. ممتاز ممتاز. نعم، سلطه خفيفه وكما نقول لك تشبع، مليحه بزاف صحاب الريجيم كانيت، خاطر على الطون هذا كي تاكل تحس بالانتفاخ صافي، من بعد كما حنا نقولوا تشبع. مام هذا مليح اللي كيكون عندك هنايا تعافي من السريع من الجروح، هنا كيكون عندك لي سيكاتريس ولا الجر، كي تاكل الطون هذايا شغل يساعدك على كما حنا نقولوا باش تبرا بالخف. اه صح. نعم، ناكلوه ماشي نحطوه. ناكلوه ناكلوه. يعطيك ساعه حتى نوضحوا الامر. نعم اوكي. نعم، نروحوا لهنايا لي كروكا تاعنا. واش عندنا؟ عندنا كميه تاع البطاطا اللي كنا غليناها لهنا بشويه تاع الملح نعبزوها، عندنا كميه تاع الطون لهنا اللي كنا درنا شويه تاع الثوم وشويه تاع الزعتره فورناه لهنايا، نحكموا ريسيبيون، نخلطوا هذيك البطاطا والطون نعبزوها مليح، نضيفوا لهنايا زوج ملاعق تاع الفرينه، حبه تاع البيض، ملعقه صغيره تاع الزبده، شويه ملح، شويه فلفل كحل، كميه تاع الكمون. ومن بعد نشكروا كريات نرخدوهم لهنايا في لاشابلير ونقليهم على شغل معقوده صح بذوق الطون. تولي شغل باني. تشبه شويه كريسبي ولا اسمها كريسبي. ايوه هو صافا، قلت لك قلت لك تعلمت شويه معاك. نعم، نروحوا للشطحه ديالنا تاع الطون قبل ما نروحوا ليه. نعم، خلينا نروحوا للمكالمه قبل. يلا صباح الخير. مرحبا. الو. صباح الخير. اهلا. صباح الخير. لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب. شكون معنا ومن وين؟ ورده من باتنا. ورده من باتنا. نعم. مرحبا بك سيده ورده وبناس باتنا. بيك يا عيش. يا درا تباتي معنا الطون كي راهو حاضر لهنا في المطبخ ديالنا.
نعم. كيف موالفين تطبخوا انتم في بيتنا؟ كيف الوصفات ديالكم معاه؟ ها راحت، معليش. عاودي اتصلي بنا سيده ورده، لاني حاب نعرف نسبتنا كيفاش يتناولوا هذا السمك. نعاودوا نرجعوا لهنا؟ نعم. اوكي. قلنا هنا يا حنديروا لهنا الشطه تاع الطون ديالنا، الشطه تاع الطون تاعنا هذه اللي حنديروها، ما نديروش لو طون تاعنا ديريكت في لاصوص. طيب. لهنا علاه؟ خاطر على هاد الطون كي يدير في لاصوص كاين اللي ما يحبش يجي يطلق بزاف هذاك اليدا، ومن بعد كاين اللي ما يحبش هذاك الدخل كيتصيف شغل، حنا نقولوا يجي شغل لازج لداخل، شغل يجي شغل معسل، كاين اللي ما يحبش هذيك. واش نديروا؟ نطيبوا لاصوص تاعنا. لاصوص تاعنا واش عندنا؟ عندنا حبه طماطم ولا اثنين تكون يكونوا ملاح طيبين. نضيفوا لهم لهنايا صنينه تاع الثوم لهنايا، وشويه فلفل ديريت باش يكون شويه حار، نعرفوا شطيط حار تكون شويه مسكه كما نقولوا. نقليوا هذاك الطون تاعنا لاصوص تاعنا الطماطم والثوم وشويه فلفل ديريت شويه زيت. عندنا التوابل، عندك ملح فلفل الكحل الرند زعتره وكميه تاع الكمون، عرفوا الحوت يحب بزاف الكمون. لهنا نضيفوا له ملعقه طماطم مصبره، نقليوها من احسن طماطم مصبره نقليوها مع لاصوص ديالنا على باش نحلها هذيك الحموضه اللي تكون فيها، ومن بعد نمرقوا ونخلوها لاصوص تاعنا. طيب على جانب ناخذوا هذاك الطون تاعنا اللي كنا مقطع لنا شرائح ما يكونوش خشام بزاف، نتبلوه شويه ملح شويه الكحل شويه كمون، ونديروا مقلاه نمسحوها بك بالزيت، نمسحوها بك، ما لازمش تكون زيت ولا زبده، كل واحد يحب الذوق ديالو. نمسحوا بك المقله تاعنا ونشويو هذاك الطون تاعنا، على كي يكون مشوي الطون هذاك يمد لنا بدنا بزاف بنينه خير من اللي يكون داخل لاصوص ديالنا. طيب النقطه وحده تاع زيت حتى نعم خطوه يطلق الزيت. اوكي. خطوه مع ما هو فيه بزاف لو غرام داخل صح، صافي هو اللي يزيد يطلق الكرا تاعو وما يلصقناش، ما نخافوا احنا باش ما لو عندك مقلبك باش ما يلصقش بك هذا ماك صح. والصلصه هذيك تاع الطماطم نعم كي نقليو نشويو هذاك الطون ديالنا، ومن بعد نديروا هذاك الطون تاعنا نعاودوا نرجعوه لداخل الصلصه تاعنا بعد ما كانت يدير غليابك لداخل، ومن بعد نطفيو له نضيفوا له كميه تاع الكمون.